صافي نازا قنديل، نائب المنسق العام للعلاقات الداخلية والخارجية بجبهة إرادة شعب مصر. احنا النهاردة كجبهة هتلف كل الجامعات والمعاهد الخاصة، وهدفها تفعيل دور الشباب في المرحلة المقبلة من استثمارات، لان شفنا ان الشباب ما مش بيفكروا في المستقبل، فاحنا جينا النهاردة عشان نتكلم معاهم ويبقى فيه روح تعاون، ونشوف افكارهم ايه المرحلة اللي جاية ونقدر نوصلها للمسؤولين ان شاء الله. الشباب النهاردة احنا نزلنا الاول عشان نتكلم معاهم، عشان نشوف نقول لهم مين السي في بتاعت كل رئيس منتخب، وخاصة سيادة المشير عبد الفتاح السيسي، ونقول ان احنا عايزين رجل قيادي. فانا شايفة من وجهة نظر الفعالية هتبقى كويسة جدا بالنسبة للشباب في المرحلة المقبلة في الانتخابات ان شاء الله. طبعا ما حدش اعلن عن البرنامج الانتخابي بتاعه الى الان، ولكن كل حاجه بتبان من شخصيه الانسان اللي داخل الانتخابات. طبعا انا متاكده ما فيش وجه مقارنه في الساحه غير سياده المشير ان شاء الله. هو طبعا منتمي للشباب جدا، ده اللي اعلم بيه ان شاء الله، لكن انا بركز بان انا محتاجه منه ان يفكر اكتر في الشباب، وبنعرض عليه ان يبقى فيه برلمان، نقول موازي للبرلمان الحكومي، عشان خاطر يسمع الشباب ويشوف افكارهم والتطوير بتاعهم ونستغل الطاقه بتاعتهم. في شباب من الثورة كتير قوي تعبوا وعرفوا يعني ايه ثورة ويعني ايه بلد تحافظ على ارضها وعلى ترابها. في شباب كتير قوي ما نزلتش في الثورة، بس شافت في الفترة اللي فاتت حالة الفتنة اللي موجودة في البلد، فانتمت جدا لينا. واحنا معانا الحمد لله كجبهة إرادة شعب مصر معانا شباب كتير قوي في المحافظات كتير، واحنا حابين ان احنا نكون لنا ايد واحدة، وده بالفعل احنا ايد واحدة عشان المرحلة المقبلة في الانتخابات وما بعد الانتخابات في التطوير ان شاء الله. احنا اول حاجة حبينا نروح لهم مكانهم داخل كل جامعة وداخل كل معهد، بنتناقش معاهم، بنشوف افكارهم ايه، اتجاهاتهم من جزء من الانتخابات، اتجاهات كاستثمار، ومعانا مشاريع ان شاء الله، معانا مستثمرين كتير قوي عايزين يعملوا شغل على ارض مصر. فاحنا طبعا من خلال دوت احنا بنقوله للشباب، بنوصله لهم ان لازم نكون ايدينا ايد واحدة عشان نرجع مصر تاني لحضننا، ونلغي الفتنة ونلغي الإرهاب طبعا بجانب الرئيس القادم بإذن الله. في مشاريع سياحية، في استثمارات خاصة بالأراضي الزراعية، في إبطال يعني هننهي عن البطالة تماما من خلال مشاريع الاستثمارية اللي جاية إن شاء الله. أكيد أكيد، وإحنا عندنا شباب مصر عظيم جدا، لأفكاره حلوة قوي، كل المخترعين وكل المبتكرين هتلاقيهم شباب مصريين، فإحنا حابين أن احنا نلمس الجزئية دي ونوصلها للرئيس القادم إن شاء الله، عشان نقدر نفعل الجزئية ديت ويبقى في استثمارات موجودة على أرض مصر، وبالفعل إن شاء الله هتبقى موجودة في أربعة. بالضبط. اولا من وجهة نظري ان ما فيش وجه مقارنة، انا بتكلم كجزء للمرأة، احنا عندنا شغل كويس قوي للمرأة، واحنا عارفين دور المرأة متواجد من ايام الانتخابات في تدعيم الدستور، ان المرأة المصرية ليها دور فعال جدا في الشارع المصري، وبناء عليه ان شاء الله هي هتبقى ليها دور في المرحلة المقبلة وهيبقى ليها اهتمام فعال، لكن لغاية الوزارة، لكن تكون المرأة رئيس مصر محتاجة يكون قيادي عشان العالم كله يقدر يتعامل معاه بحزم وبقوة. لكن أنا من وجهة نظري للمرأة لابد أن هي آخر حاجة ليها تكون كوزارة، لكن رئيس مصر لازم يكون رجل قيادي. شايفة أن لغاية دلوقتي ما وزدتش المرأة القادرة أنها تقعد على كرسي الرئاسة؟
مش هينفع. هو طبعا هو كويس ان المرأة المصرية يبقى ليها دور فعال في تطوير في البلد في كل حاجة، لكن كأنها تبقى رئيس مصر ده ليه مواصفات خاصة جدا، ولازم يكون قيادي، ليه مواصفات معينة، ليه ايديولوجية معينة. طبعا اللي هنقوله في المؤتمر السي في بتاعت سيادة المشير عبد الفتاح السيسي هو اللي هيكون القيادي لمصر بالسي في بتاعته، راجل قيادي عسكري. احنا يهمنا الفترة المقبلة مصر لازم تكون بلد سيادة قانون، لازم تكون بلد سيادة قانون، من خلال ان تكون في بلد سيادة قانون جميع المستثمرين اذا كان من رجال اعمال مصريين او من الخارج هيكونوا متواجدين لانهم حاسين بالامان فمن خلال ده. لكن انا من وجهة نظري المرأة ليها دور فعال في كل المجالات، لكن في الوزارة فقط لا غير. كرئاسة جمهورية لازم يكون رجل قيادي. هقول لهم مصر عايزاكم حقيقي، مصر محتاجاكم في الوقت ده. انا طالبت قبل كده بان يكون في مؤتمر عالمي يتم تجميع كل علماء المصريين في كل المجالات عشان نخرج من الأزمة اللي احنا فيها ديت. فانا بطالب بكل عالم وكل رجل اعمال مصري، مصر محتاجاك، هي ادتك الجنسية المصرية اول ما اتولدت، فاقل شيء انك تقف معاها في الأزمة اللي احنا فيها دي دلوقتي. رسالة أوجهها لكل شاب، هقول له حب مصرك، حب مصر قوي قوي لأنها هي بتحبك من أول ما اتولدت وهي خدتك في حضنها. فالنهاردة لازم جي دورك عشان نفسك عشان ولادك في المرحلة المقبلة. فأقول له كفاية بهدلة في البلد للي بيخرب في الجامعات وفي المؤسسات الحكومية، أقول له تعالى النهاردة نشتغل وهدفنا ان احنا نعمل استثمار للبلد، فأقول له كفاية وتعالى نبني البلد بإيدنا بإيدين بعض. الشباب في منهم طبعا افكار جميله جدا، حابين ان احنا البرلمان اللي انا طالبت بيه رئيس الجمهوريه القادم ان يبقى فيه برلمان موازي للبرلمان الحكومه عشان خاطر يفهم الشباب ومشاكلهم. الشباب دي مش هتبقى اي شباب، لا، الشباب هيكون لهم ذو فكر في جميع المجالات، في السياسه، حابين نزلوا الشارع وحابين يسمعوا كل مشاكل الناس، حابين مصر أصلا عشان خاطر يشتغلوا ويبقوا موجودين في البرلمان.